وهو موضوع السادة والعبيد. عارف انت القانون في بلدنا بيتطبق فقط على المواطن الغلبان، والناس او الشعب المصري امام القانون طبقتين. طبقة بيتطبق عليها القانون بمنتهى البلطجة والتعدي والتطاول وقلة الادب والسفالة، حاجات تانية ما ينفعش نقولها عشان الرقابة وعشان الشهر الكريم، وطبقة تانية لا تعترف بالقانون ولا يطبق عليها القانون ولا حتى بتعبر القانون. دي بتدوس على القانون وعلى المواطن المصري أعزك الله بالأحذية اللي في رجليها. النهاردة فيديو كده بيتداولوا نشطاء ومواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لحضرة الضابط. عارف انت حضرة الضابط في بلدنا فوق البلد كلها وبيحكم البلد كلها وبيتعدى ويتطاول ويتكبر على البلد كلها، ويمكن النهاردة كمان مع المسلسل بتاع الاختيار 2 مخلي حضرة الضابط ده استغفر الله العظيم نبي. حضرة الضابط، حضرة الضابط بتاع الداخلية اللي مفيش بيت فيكي يا بلد، بيت فيكي يا بلد ما شافش إجرام وبلطجة وطولة لسان ضباط الداخلية، طلعهم ما شاء الله ملائكة. تحس إن الاختيار 2 ده قصص الأنبياء، بيعرض لك قصص أنبياء وصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا سيدي ضابط مرور، عارف انت لما اقول لك ضابط المرور، او انا شخصيا لما بسمع كلمة ضابط المرور اول حاجة بتيجي في دماغي او اول مشهد بفتكره كده مشهد ضابط المرور اللي واقف في الكمين وبيوقف العربيات وبيرزل على مخاليق ربنا ويشتم في ده، وهات رخصك يالا واركني على جنب يا بت وافتح العربية يا ابني مش عارف ايه. ده ضابط المرور وده عسكري المرور وده امين شرطة المرور والخمساية والعشراية والمياية اللي بتتكلفت عشان يعديك، واللي مش عارف بيصلب لك على العجلة وبيصلب لك على العاكس ويصلب لك على الطفاية طمعان في المية جنيه أو في الخمسين جنيه. كلنا عارفين الكلام ده، يعني مفيش حد، الناس اللي بتيجي من بره تصيف في مصر أو تعمل سياحة في مصر بتروح وهي تتكلم عن ضباط المرور وعساكر المرور في بلدنا. النهاردة ضابط المرور اللي المفروض هو بيطبق القانون يعني، واللي لو قابل مواطن غلبان زي حالاتي او زي حالاتك او حتى دكتور او مهندس او استاذ جامعه او عالم او شيخ او اي حاجه في الشارع ممكن يهزقه لمجرد ان شكله مش عادل. حضره الضابط راكب عربيته، زمان كان حضره الضابط بيحط نسر على العربيه وما بيحطش ارقام، النهارده حضره الضابط مش حاطط لوحه اصلا. عارف انت اللوحه اللي بيبقى مكتوب عليها الأرقام دي عشان لو العربية عملت مصيبة نعرف نجيبها. حضرة الضابط ماشي من غير النمر، حضرة الضابط كمان عامل الإزاز فامي أسود اللي هو ممنوع بأمر المرور اللي هو شغال فيه حضرة الضابط. خد بقى التقيلة، حضرة الضابط قبل الفطار وفي وقت الزحمة ماشي عكسي ومش معبر حد، المواطنين لما وقفوه فضل يشتمهم ويتطاول عليهم. اتفرج بقى على الفيديو بتاع حضرة الضابط واللي حيالله على كتفه نجمة واحدة. نجمة واحدة يا شباب صح؟ نجمة واحدة. تخيل بقى حضرة الضابط ده لما النجوم دي تولد وتتكاثر كده وربنا يبارك فيها ويبقى على 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 كتفه سطر نجوم ونسر وكام سيف وحاطط له هنا مش عارف شوية نشانات، هيعمل ايه في الشعب المصري؟ اتفرج على حضرة الضابط. عشان تقول لي الهرس زفت كويس الاستاذ معطل الطريق. معطل الطريق كل واحد يلف عكس اهو. من غير نمر خالص اهي. عشان تقول لي الهرس زفت كويس الاستاذ معطل الطريق. معطل الطريق كل واحد يلف عكس اهو. من غير نمر خالص اهي. انا عايزك تسرح كده بعقلك وتحط نفسك مكان حضرة الضابط. انا عارفك مواطن محترم عمرك ما هتعمل اللي بيعمله حضرة الضابط اللي مش محترم، لكن افرض مثلا ان انت كان معاك واحد مريض او كان عندك مشكلة واضطريت انك تمشي معاكس ومسكك حضرة الضابط ده. حضرة الضابط ده كان هيخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، كان هيخلي الكيلو منك بريال زي ما بيقولوا، لكن لانه حضرة الضابط ماشي من غير نمر دي تهمة، وحاطط فميه دي كمان مخالفة،
وماشي كمان عكس الاتجاه، دي مصيبة سودة بتعرض حياة المواطنين للخطر. لكن اللي عجبني جدا هو رد فعل المواطنين اللي وقفوا، مش عسكري شرطة ولا حضرة ضابط ولا ضابط زيه، لأن لو ضابط زيه قبله مش هيقدر يوقفه. انت عارف هم دايما ايه، اكلين شاربين سارقين مخالفين مبلطجين مع بعض، لكن لو قابله ضابط زيه مش هيقدر يوقفه. لكن المواطن المصري اللي وقف عربيته واللي وقف الموتوسيكل بتاعه واللي نزل ووقفه قدام العربية وصوروا العربية وفضحوا حضرة الضابط، كل التحية للمواطن المصري اللي ما شاء الله مهما عملوا ومهما حاولوا يزيفوا الصورة ويزيفوا الوعي وحاولوا يخوفوا فيه بالإعلام والدراما والبلطجة والاعتقالات والتعذيب ومش عارف ايه، هيفضل عارف حقه وهيفضل عارف مصلحته، هيفضل كمان بيطبق القانون. يعني الغريبة ان اللي بيطبق القانون في البلد هو المواطن، بيطبقه على حضرة الضابط اللي المفروض تبقى العكس، لكن هي دي بلدنا اللي حضرة الضابط فيها بيعتبر القانون مجرد وسيلة عشان يبلطج بيها على المواطن المصري.